مرحبا يا أطفالي، اليوم في درس اللغة العربية علينا أن نحل تمارين حرف ذا. هيا لنبدأ. أرجو من الجميع أن يفتحوا على صفحة 113 113. أنا بانتظاركم. تمرين رقم 1، ارسم دائرة حول الحرف ذا في الكلمات الآتية. سوف أقرأ الكلمات وأنتم ستضعون دائرة عندما تجدون حرف ذا. هيا تبعوا معي. ذا نا بون، ذا نا بون. ذو را تون، ذو را تون. ذو با بون، ذباب. حي ذا أون، حذاء. منذر، منذر. نذير، نذير. أذن، أذن. السطر الثاني. إذا، إذا. أخذ، أخذ. ذئب، ذئب. أبذر، أبذر. لذيذ، لذيذ. إذن سوف نضع دائرة على حرف ذا فقط. الآن سأنتقل إلى التمرين رقم 2. أحوط بدائرة كبيرة مجموعة الكلمات المتشابهة بالحرف ذا. إذن سوف نضع دائرة كبيرة على مجموعة الكلمات، وليس على حرف ذا فقط، على مجموعة الكلمات التي تحتوي على حرف ذا. هيا لأقرأ الكلمات، تبعوا معي. حلق، حلق. ذهب، ذهب. بذر، بذر. ذقنه، ذقنه. ذرة، ذرة. منذر، منذر. حقله، حقله. معه، معه. أخذ، أخذ. إلى، إلى. حماره، حماره. إذن سوف أضع دائرة كبيرة على الكلمات التي تحتوي حرف ذا، وهي كلمة ذهب، بذر، ذقنه، ذرة، منذر، أخذ. تأكدوا من حلكم يا أطفالي، أتمنى أن يكون حلكم صحيح. والآن لننتقل إلى صفحة 114، 114. تمرين رقم 4، أكملوا الكلمات الآتية بالحرف الذا الناقص منها. لنبدأ بالكلمة الأولى. أين نشاهد الفراغ؟ أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة؟ أحسنتم، وسط الكلمة. سوف نقرأ الكلمة. فراغ. سوف نضع حرف ذا. كيف سنضعه؟
يتصل بالحرف الذي قبله ولا يتصل بالحرف الذي بعده. إذن بعد أن كتبتم حرف الذ المتصل لنقرأ الكلمة: منذرون، منذرون. الكلمة الثانية: أين نشاهد الفراغ؟ وسط الكلمة. أحسنتم. إذن سوف يتصل بالحرف الذي قبله ولا يتصل بالحرف الذي بعده. بعد أن وضعنا حرف الذ سنقرأ الكلمة: حذاءٌ، حذاءٌ. الكلمة الثالثة: أين نرى الفراغ؟ نعم، أول الكلمة. إذن حرف الذ سنضعه بشكله المنفصل ونقرأ: ذنبٌ، ذنبٌ. السطر الثاني: أين نرى الفراغ؟ وسط الكلمة. أحسنتم. لنقرأ أول حرف: أو. حرف أو لا يتصل بالحرف الذي بعده، إذن سوف نضع حرف الذ بشكله الكامل المنفصل. لنقرأ: أذنٌ، أذنٌ. لننتقل إلى الكلمة الأخيرة: أين نرى الفراغ؟ نعم، إنه في أول الكلمة. إذن سأضع حرف الذ بشكله المنفصل. أحسنتم. لنقرأ: ذبابٌ، ذبابٌ. تأكدوا من حلكم يا أطفالي، أتمنى أن يكون حلكم صحيح. تمرين رقم 5: ألفوا كلمة من أحرف كل مجموعة واكتبها. لنرى المجموعة الأولى: ذ ا بن. الأحرف مرتبة، سوف نجمعها لنؤلف كلمة. ذي لا يتصل بالحرف الذي بعده، ا يتصل بالحرف الذي بعده، بن عليه تنوين الضم، إذن في آخر الكلمة. ذئبٌ، إذن ذئبٌ. هل كتبتوها؟ ذئبٌ. لننتقل إلى المجموعة الثانية لنقرأ الحروف: ذنبٌ، ذنبٌ. لنكتبها: ذا أول حرف الكلمة لا يتصل بالحرف الذي بعده، نا يتصل بالحرف الذي بعده، نا بون. بون هو آخر حرف الكلمة لأن عليه تنوين الضم. لأعيد الكلمة وأنتم تكتبوها: ذا ذنبٌ، ذنبٌ. المجموعة الأخيرة: ذهب، ذهب. لنكتب: ذا لا يتصل بالحرف الذي بعده، ها يتصل بالحرف الذي بعده، ب آخر الكلمة. هل كتبتم ذهب؟ أحسنتم أطفالي. تأكدوا من حلكم يا أطفالي، أتمنى أن يكون حلكم صحيح. لننتقل إلى صفحة 115. تمرين رقم 6: اجعل الأحرف الآتية كلمتين فيهما الحرف الذ. لنقرأ الحروف الموجودة أمامنا:
مو ها ذا ب أ ط. وقد وضعت لكم كلمتين من الحروف الآتية لنقرأ معا. أول كلمة مو ها ذا ب. مهذب مهذب. انتبهوا إلى حرف ها في وسط الكلمة يشبه نمبر 8 وبعده حرف ذا متصل طبعا بالحرف الذي قبله ومنفصل عن الحرف الذي بعده. مهذب. الكلمة الثانية ذهاب. ذهاب ذهاب. انتبهوا قد استخدمنا كل الحروف لنؤلف هاتين الكلمتين. هيا اكتبوهم بشكل صحيح لو سمحتم وخط جيد وجميل. تمرين رقم 7. ظافر اختار كلمة ومنذر اختار كلمة، ما هما وما الحرف المشترك بينهما؟ نحن نعرف هذا التمرين. لنرى ظافر ما اختار؟ اختار حرف مو ونا وذا ورا. لنجمع الحروف. عند اسم ظافر لنكتب مو ن ذي ر. منذر منذر. إذن ظافر اختار كلمة منذر. لنرى منذر ماذا اختار؟ بدأ بحرف ذا. ذهب ذهب. اختار ثلاثة حروف ذا وها وبا. وعندما نجمعها هيا لنكتبها عند كلمة عند اسم المنذر تحت نكتب ذا ها با. بعد أن جمعناها أصبحت كلمة ذهب. لنرى ما الحرف المشترك بين الكلمتين. أحسنتم. حرف ذا حرف ذا. لنكتب حرف ذا عند الحرف المشترك. تمرين رقم 6. اجعل الأحرف الآتية كلمتين فيهما الحرف ذا. لنقرأ الحروف الموجودة أمامنا. مو ها ذا ب أ ط. وقد وضعت لكم كلمتين من الحروف الآتية لنقرأ معا. أول كلمة مو ها ذا ب. مهذب مهذب. انتبهوا إلى حرف ها في وسط الكلمة يشبه نمبر 8 وبعده حرف ذا متصل طبعا بالحرف الذي قبله ومنفصل عن الحرف الذي بعده. مهذب. الكلمة الثانية ذهاب. ذهاب ذهاب. انتبهوا قد استخدمنا كل الحروف لنؤلف هاتين الكلمتين. هيا اكتبوهم بشكل صحيح لو سمحتم وخط جيد وجميل. مع السلامة يا أطفالي، أراكم بدرس جديد إن شاء الله.